So if it is a term which is, you know, taken from Quran and Sunnah, we will find it in Quran and Sunnah. And if it was a term that was practiced by the best of the generations, i.e. the generation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions radiyallahu anhum ajma'in, we would find that they were using this term. But rather, we find the opposite. We find the early Muslims not using this term. We find the early Muslims using the term that we find in Quran, that we find in many ahadith and many ayats, where Allah subhanahu wa ta'ala is using the term Muslim, Muslimin, Muslimun, and so on. No. أنا أريد لكم الآن مناقشة جرت بيني وبين أحد الكتاب الإسلاميين الذين هم معنا على الكتاب والسنة. المناقشة جرت كالتالي، وأرجو لإخواننا طلاب العلم أن يحفظوا هذه المناقشة لأن في ثمرتها مهمة جدا. قلت له: إذا سألك سائل ما مذهبك، ما هو جوابك؟ قال: مسلم. قلت: هذا الجواب خطأ. قال: لما؟ قلت له: لو سألك سائل ما دينك، ماذا تقول؟ قال: مسلم. أنا ما سألتك ما دينك، أنا سألتك ما مذهبك. هذا أولا. وثانيا، أنت تعلم أن في الأرض الإسلامية اليوم مذاهب كثيرة وكثيرة جدا. أنت معنا في الحكم على بعضها بأنها ليست من الإسلام بسبيل إطلاقا، كالدروز مثلا والإسماعيليين والعلويين ونحوهم. مع ذلك هم يقولون نحن مسلمون. وهناك طوائف أخرى قد لا نقول إنها تلك الطوائف الأولى، إنها خرجت من الإسلام، وإنما لا شك أنها تكون من الطوائف الضالة التي خرجت في كثير عن الكتاب والسنة، مثلا كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية ونحو ذلك. ايش رأيك؟ هذا موجود عندك اليوم ولا لا؟ قال: نعم. قلت: فإذا سألنا شخصا من هؤلاء الأشخاص ما مذهبك، سيقول قولك متحفظا: مسلم. فأنت مسلم وهو مسلم. إذن نحن نريد أن توضح في جوابك عن مذهبك بعد إسلامك ودينك. قال: إذن أنا أقول في الجواب: أنا مذهبي الكتاب والسنة. قلت: أيضا هذا الجواب لا يكفي. قال: لما؟ قلت: لأن من ذكرناهم أنهم يعني يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون، أيضا لا أحد منهم يقول أنا لست على الكتاب والسنة. كل واحد يقول. كل الشيعة الآن، هل الشيعة يقولون نحن ضد الكتاب والسنة؟ لا، يقولون نحن على الكتاب والسنة، وأنتم منحرفون على الكتاب والسنة.
فلا يكفي يا أستاذ أقول لصاحبي أن تقول أنا مسلم لكن على الكتاب والسنة، فلا بد من ضميمة أخرى. شو رأيك، هل يجوز نحن اليوم الذين نعتمد على الكتاب والسنة أن نفهم الكتاب والسنة فهما جديدا، أم لا بد أن نلتزم في فهمهما ما كان عليه السلف الصالح؟ قال لا بد من ذلك. قلت هل أنت تعتقد أن أصحاب المذاهب الأخرى، من كان خارج عن الإسلام ويدعي الإسلام، ومن كان لا يزال في دائرة الإسلام لكنه ضل عن بعض أحكامه، هل تعتقد أنهم يقولون معك ومعي أنا نحن على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ قال لا، ما يشتركون معنا. قلت إذن أنت لا يكفي أن تقول أنا على الكتاب وعلى السنة، لابد من ضميمة أخرى. قال نعم. قلت إذن ستقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. الآن نأتي إلى بيت القصيد. قلت له هو رجل أديب وكاتب ومحرر، قلت لا يوجد كلمة واحدة في اللغة العربية تجمع لنا إشارة إلى هذه الكلمات كلها، مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ما في كلمة تغنينا عن هذه الكلمات كلها، فهي مثلا أنا سلفي. قال هو كذلك، وأسقط في يده. هذا هو الجواب. فإذا أحد أنكر عليك لا تقل سلفي، قل له أنت قبل هذا الكلام الذي ذكرناه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.